لبنان دايما بحقق بطولات بلبنان وخارج لبنان، واليوم رح تحكي عن هالموضوع بحدث رياضي صار مؤخرا بالاردن مع ضيفه هبه بواحد اثنين ثلاثه. صباح الخير هبه. صباح النور، كيفك غيدة؟ الحمد لله كله تمام، ودايما سعيده انا بانجازات لبنان. اكيد. يعني كمان بدي اقول صباح الخير للمشاهدين ولضيفي مشعل كوكب. شو رايك بالدريفتنج؟ انا ملاقي كل شيء بروفيشنال، كل شيء بصير سواقه متهوره سريعه. كله بصير كوي عظيم، بس مهم ما يفكروا فيه على الطريق لانه ما في اشطر منهم على الطريق، ويا ريت بيعرفوا يسوقوا هاي الكاسه، يعني بيعدوا حياتهم وحياه غيرهم للخطر. اليوم بدنا نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع مشعل يلي هو دريفتر وهو بطل كمان بهالرياضه. يعني مشعل، بدك تخبرنا انت اكثر من عن حالك، امتى بلشت، امتى اكتشفت هالموهبه وكيف طورتها؟ هلا اول شغله بتشكركم على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك والف مبروك. صح، بدنا نقول مبروك لانه كمان مشعل احتل المركز الثالث بالاردن. هلا حنحكي عن بطوله القائد يلي صارت مؤخرا. تفضل. انا من انا وصغير يعني بحب هالهوايه، من انا وصغير عرفتي كيف؟ وليش 3 4 سنين تقريبا بلش بالنادي اللبناني للسيارات لتسال. نعم. وبلش شيء بروفيشنال يعني، عرفتي كيف؟ وبلشنا نتطور شوي شوي مع التمرين والتدريب، والحمد لله وصلنا وحققنا نتائج. السنة الماضية بطولة لبنان بالجولة الرابعة عملت مركز أول. والله مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي ببطولة القائد اللي صارت بالأردن، جمع الدول العربية استضافونا بالأردن. كم دولة كنتوا تقريبا مشعل؟ 9 دول عربية. 9 دول. لبنان احتل المركز الثالث. صحيح. كنا أول شيء بأول جولة كنا مركز أول، بس صار معنا مشكلة صغيرة بالسيارة خلتنا نصير مركز ثالث. كنت عم تخبرني تحت الهواء انه ما كنت على سيارتك، يعني سيارتك صار في مشكل بالشحن. صح. ما قدرت تنقلها على الاردن. هو اللي صار انه على اساس نحن نروح كل واحد بسيارته، نحن 3 شباب من لبنان كنا. نعم. رايحين نمثل لبنان برا، فاللي صار عندنا مشكلة بالشحن واضطرينا نستاجر سيارة برا، وفي شاب اسمه قيس تفاح قدم لنا سيارته. والحمد لله يعني لتروحي على سيارة لبرا أول شغلة مش أرض أنت ما بتعرفيها. نعم. يعني سقنا عليها على التجارب 3 4 مرات، كانت الدنيا شتاء. عرفتي كيف؟ رجعنا نزلنا تاني نهار نهار السبت. الحمد لله بأول جولة قلت لك حققنا مركز أول، وبتاني جولة وثالثة يعني حققنا مركز ثالث. أنا كثير مبسوط بهذا الشيء. يعني اللي عملت اللي بيعمل أول بيضلوا أول، عرفتي كيف؟ أكيد. صح. إيه، وسيارة بقول لك برجع مش سيارتك وطريق ما بتعرفيها. الحمد لله، بس كتر خير الله كان كل شيء منيح وميسر الأمور والحمد لله. قد إيه خطرة هيدي الرياضة بالشتاء؟ يعني هاي ما بتنعمل بالشتاء، بس اللي صار انه هونيك نحن كنا نهار الخميس قبل الجمعه كان السبت، نحن نزلنا الخميس تجارب، بس الله من عنده يعني بعد الشتاء ما بنقولوش لا. فهذا اللي صار، جربنا على المي. هلا المي شيء والشتاء شيء، بس مضطرين نجرب السياره يعني لتاخذي عليها انت. صح. لتعرفي لقيت كيف صعوبه؟ هلا الشوفير اجمالا بسوق كل شيء. الحمد لله انا كتر خير الله يعني طلعنا عليه وعملنا نتيجه، لو ما عملت نتيجه ما كنتش بعرف على السياره. نعم. هلا تحت الهواء كان عم بيقول لي مشعل انه عم بيقول له طب بالبلاد العربيه مين عندنا اقوى شوفيريه اذا فينا نقول؟ دغري بيقول لي اللبنانيه. يعني هيدا تعصب او هيدا لا؟ محترفين مش اللي بالطرقات، مش قصه حنحكي عن السطرات. مش قصه مش قصه تعصب، بس عن جد هو اللبناني يعني اللبنانيه كل الشوفيرية انا مني وجر الدار، انا اخر واحد بعتبر حالي الا واحد، بس اللبناني عن جد يعني عنده قلب قوي، عنده الحمد لله عنده ثقه بحاله. الحمد لله. كيف؟ صحيح. وين ما بيروح ببيض الوجه. عرفتي كيف؟ فالحمد لله على النعمه، كان عندي يعني هالمعنويات القويه هي اللي خلتني اوصل. الحمد لله. طب مشعل 3 سنين مش وقت كثير قليل لتعمل انجاز مثل 100% عم تحكي. انا كثير ناس بيقولوا لي مشعل طب انت امبارح بعدك بلشت، ما في غيرك له 10 سنين طب ما وصل لمواصيلك. انا لانه بتعرفي يعني شغله عندي شغف بهالموضوع، يعني عندي حب لهالشغله. عرفتي كيف؟ انا زلمه خاطب خطيبتي. عرفتي كيف؟ الحمد لله. الله يعينك. الحمد لله انه مشجعتني على الموضوع كتر خير. الحمد لله بتحب السيارات، هلا بلشنا نعلمها كمان ونعلم. ايه حلو. فاللي صاير انه عم بقول لك انا عندي حب من انا وصغير، يعني انا كان عمري 12 سنة. بتحب السرعه انت عم تسوق على الطريق؟ لا بشكل عام بتحب السرعه؟ هلا السرعه انتبه، يعني السرعه جنونيه لا. أيه. بس انه بتوينات وما بتوينات على الاوتوسترادات وهالامور اكيد لا. اوكي. خلص بطل يعني، خلص صار عندي انا شيء بروفيشنال. عرفتي كيف؟ بقلب حلبي بتمرن، بقلب حلبي كله منظم. عرفتي كيف؟ بكون شرعي. كل قديش بتمرن يعني؟ قديش بالاسبوع؟ هلا اجمالا لو في وقت انا كل يوم بتمرن ما عندي مشكله، بس اجمالا يعني بالاسبوع مره او بالاسبوع مرتين، او احيانا بلحق بالشهر مره واحده. لانه بدي ارجع ادوي على الموضوع، بلبنان يعني عندنا حلبة واحدة هي بطرابلس، وحلبة اذا ما بتمرن بفريا بيقطع. يعني انا ساكن بالجبل. يعني ما عم بيساعدون عن جد ما يقدروا بالتمرين بهالموضوع. ما في يعني في تعتيم مع انه البطولة يعني الدريفت بلبنان. اكيد بوجه للنادي شكر كثير كبير برئيسه استاذ عماد لحول.
بلبنان له سنتين الدريفتنج ات سي ال في كندا، الريد بول له كذا سنه بلبنان اكيد بقياده البطل عبده فغالي. فبس نحن بهمنا انه يساعدونا بهالموضوع، يقدموا لنا حلبه، يقدموا لنا شيء منظم لنقدر نشتغل على حلبه اكثر اكيد وننافس. الحمد لله هي يعني طلعنا لبرا، الشباب ما توفقوا، ما في منهم ما اشتركوا ما معهم سيارات، بس الحمد لله. حنحكي اكثر عن هالبطوله واكثر عن هيدا الرياضه، لانه رياضه مكلفه جدا كتير. للناس يلي ما بتعرف كتير. بس خلينا نروح نشوف غيدا مشاهد شو صار بالاردن مع مشعل. بدي اتشكر كل الشباب اللي ساعدونا واللي وقفوا حدنا لجينا مصلنا بلدنا لبنان بالاردن بلدنا الثاني. نحن ما نزلنا على سيارتنا، استأجرنا سيارة، قدم لنا إياها الأستاذ قيس صفاحة هو صاحب السيارة، والحمد لله عملنا فيها مركز ثالث، كتر خير الله. بنتشكر أبو لورنس العبادي على استضافتنا عندنا بالبلد، وبدنا نتشكر سباقات. واو برافو عن جد. هذه اخر شيء كان لازم تصف بين بحطوا لك مثل هيك بوكس اوكي بدك تصفي جوات، يعني بدك تصفي البوز السياره وقفص طبعا بسرعه قد ايه كانت؟ هلا انت بدك توصلي بسرعه بس اكيد بدك تخففي سرعتك، ما فيك توصلي بالسرعه اللي انت فيها لان بتطير الكوين، كل كوين عليها خمس نقاط المفروض ما يطير شيء ابدا. مظبوط بدك تصفي لتاخذي عليها 20 من كل حاجه. لازم انا اكون هون يا عين صف دغري يعني. طب بتعرف مشعل يعني العالم عم بتشوف سياره قدامهم بس بدك تخبرنا اكثر كيف بينحس حسب النقاط، يعني ليه انت ثالث مش ثاني مش اول، كيف بتصير القصه؟ خليني اخبرك شغله، هلا في كذا سكشن بالحلب يعني. اول سكشن اللي هي من وقت ما تبلشي في عندك اربع كليبينج بوينت، هن الطابات بيعتبرون، بس هونيك ما كان في، كان في كثير هواء لانه ما حاطين طابات على معلقينهم، حاطينهم بالارض، اوكي معلمينهم، يعني مطرح ما بيقولوا الدولاب في حدا بيكون عم يشوف هيدا الشيء. فبتنحسب اكيد، هيدا كل طابه كان عليها 10 نقاط، عندك اثنين من قدام ببوز السياره بدك تشبقيهم انت وماشي بسرعه، واثنين من ورا قد ايه بدها تركيز كمان؟ بدها كثير تركيز وبدك انت، يعني انا مثل ما شفتي انا كنت كثير سريع، عرفتي كيف كنت عم بلعب جير ثالث، يعني قلعت انا من الارض جير ثاني. قديش السرعه تقريبا؟ بعتقد وصلت بمحل معين تقريبا شي 900، بديش بالغ كثير اكثر من هيك، بس لا لانه لاحظتي انت في سرعه، في سرعه وانا بحب اجمالا الدريفتنج، بحبه على السرعه، بحبه سرعه، ما بحبه كثير بطيء سلو موشن. هلا النقاط عم بقول لك، من وقت ما بدلش سكشن لمطرح الكليبينج بوينت عليها هالقد نقاط، من بعد الكليبينج بتوصل على البوكس، البوكس عليها مثلا 20 نقطه. بوكس اصعب شيء بفتكر؟ البوكس صعب والصف كمان اصعب واصعب، في منهم يا يشبقوها يا يشبقوا الطابات يا يشبقوا ينزلوا على الحافه، هم بياخذوا عليهم علامات. عرفتي كيف؟ فبتنحسب يعني بدها دقه بدها تركيز. ما في، عم بقول لك انا يعني صار معي هيك غلطه صغيره بالسياره بالجير مركب ثاني، عرفتي كيف؟ وصار معي هفوه بيقولوا صغيره، انا عم رايح بكثير سرعه ما قدرت اسيب الكليبنج من قدامي بوز السياره، فلانه كنت كثير هذا يمكن اثر، هذا اللي اثر لخلاني اوصل مركز ثالث. طب هيدي البطوله بطوله القائد كان لها هدف صح، شو هدفها كان بالاردن؟ هي بطوله القائد للتوعيه المروريه وعدم التهور على الطرقات العامه، يعني عم بيلموا الشباب كثير مهم اكيد، يعني صحيح اساسي، يعني عزموا 9 دول عربيه من كل دوله تقريبا شوفيرين او ثلاثه، اوكي
عزمونا على حسابهم، يعني بلد الاردن بلد مستضاف، يعني عن جد شعبه رائع. صحيح. كل الشباب الاردنيه ساعدوني، يعني اعتبروني اخ لهم، عرفتي كيف، ساعدوني كثير، بوجه لهم التحيه والشكر. مثلا بلبنان عنا، طب انه طب ليه ما في عنا نادي، في عنا وزير شباب الرياضة، لازم يطلعوا بهالموضوع انه مش هلا يلموا هالشباب عن الطرقات، عرفتي كيف؟ لازم يعملوا حلبة منظمة غير انه فش خلقهم اذا هيك بصير كويس. صح، يعني هون غيدا دعوة عن جد لكل الشباب هيك اونتر دو جيمال متهورين بالسواقة، التشفيط على الطرقات والسرعة والبيتوينات هيدي مش للطرقات ابدا. في سيركويات مخصصة، يعني مشعل هون بطل، وفي غيره كمان ابطال من لبنان ما بيسرعوا بهالطريقة وما بيسوقوا بهالطريقة، يعني بنشوفها اوقات لبنان عنده تاريخ السائقين كمان بالراليات وبالسرعه. طرقات لبنان اصلا مش مجهزه تسوق على طريق، يعني تمشي 150 مثلا ما بيطلع لك جوره من هون، بتروحي حالك وبتروحي غيرك 100%. انا كنت بحكي عن شغله كثير مهمه، واللي هي انه دائما بيقولوا الستات، خاصه عم تقول بالصف، الستات ما بيعرفوا يسوقوا، الستات ما بيعرفوا يصفوا، ودائما بس يكون في حدا قدامهم زعجهم للرجال دغري بيقولوا هيدي الست قدامنا عم بتسوق. اكيد. ومين اللي اكثر شيء بيعمل حوادث مميته؟ هن الرجال. وهون كمان انت ذكرت شغله انه خطيبتك عم بلش تعلمها، لهي هي انت بتحب وكمان حتى تقدر تشوفها. لخبرك شغله، لو ما هي محمستني وانا بتركها مثلا جمعه هي ما بشوفها وما بتشوفني، عرفتي كيف؟ كنت تركتني من زمان. ما هو هيك هلا كده عم تحضرنا هي من رجالك. كيف عم بتشوف يعني استعداد الستات، يعني كيف عم بتشوفها هي مثلا ممكن كمان يصيروا يقدروا يشاركوا؟ انا كمان عندي مكتب تعليم سواقه. اها، ما هيدا عظيم. انا عندي مكتب تعليم سواقه وبشوف انا انه بقول لهم يا عمي طب انا بحط هدف بقبالي، ليش بدكم تخافوا من الفحص؟ ما الفحص مش صعب، عرفتي كيف؟ حطوا هدف قبالكم. مش لأحكي عن خطيبتي، الصبايا في منهم بيسوقوا كتير، عرفتي كيف؟ في منهم كمان مثل الشباب يعني بيسوقوا احسن وعندهم، بس اكيد ما عندهم القدره، يعني في شيء غلط سبحان الله، كيمستري، يعني الشاب شيء والبنت شيء، بتوصل لمطرح معين، بس انه هي عندها القلب وحرام بلشت هيك. قالت لي من شان بتصير انا انزل منافسه، قلت لها يعني مش مشكله. مش غلط، مش غلط. بس لانه الحوادث المميته دائما بتصير للاسف من الرجال. ما هو كمان في بدك تعمل حساب المشروب، الشباب بتشرب اكثر، هيدي المشكله كمان. خذوا تاكسيات اذا بدكم تشربوا. أنا بشرب بس انه ما بسوق بشرب يعني. بدنا نحكي كمان غيدا انه هيدي الرياضه هي رياضه مكلفه. يعني من اغلى الرياضات يلي معقول شخص يمارسها. حتخبرنا اكثر باختصار ليه كمان مشعل؟ باختصار لي. اول شغله بدك تكوني مجهز السياره من كل شيء من الاخر، من موتور لفيتاس لسسبنشن من قدام، كل السياره لازم تكون اول شغله بقلب السياره رول كيج، يعني هيدي اللي تحميكي لا سمح الله اذا صار اي شيء. من البدله اللي لك، من السوكس، من الكفوف، من الكاسك، كل شيء لازم يكون مجهز، كله غالي، عرفتي كيف؟ حتى يعني حتى كل طلعه بفتكر بتغيروا دواليب وبتغيروا. هلا اجمالا اذا طلعه دقيقتين ما بدهن دواليب، لانه انت عم تلعب، قلت لك برجع بقول لك تحت الهواء على ثالث جير، ثالث جير يعني صار سرعه اكثر، عرفتي كيف؟ دولاب عم يبرم اكثر، فبداين جوله واحده دقيقتين بتنزلي بتغيري دولاب. يعني بكل سباق بدك تقريبا اربع دولاب او ست دولاب اذا كانت ثلاث جولات. وغير هيك بدك تحطي بنزين، مش بنزين عادي، بنزين اسمه ايثانول، اوكي؟ هذا بنزين سريع الاشتعال طبعا لسيارات السباق. اكيد سيارتك بده يكون موتورها مجهز لتقدر تستوعب الايثانول، عرفتي كيف؟ لانه اذا سياره عاديه بتحط ايثانول بيروح الموتور بطق البستونات، عرفتي كيف؟ عندك انت اكيد سياره خاصه، سيارة أكيد عن السيارة مجهزة كمان، يعني مجهزة لا 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 الدريف، يعني للدريفت. مجهزة إيه أكيد طبعا طبعا. أوكي، هذه السيارة عندك سيارة واحدة أو أكثر؟ عندي كان سيارة صغيرة بلشت عليها هيدي من 2013، عملتها بعتها وبلشت اطلع، يعني كانت سياره عادي اتموسفوريك، موتور عادي مش اوريجينال، مش تيربو. هلا السياره اللي معنا تيربو الحمد لله. نعم. طيب كمان مشعل كان بعده جاي هلا من المدينه، صح؟ كان عندنا شو على المدينه الرياضيه في الاي 46 كلاب لبنان، السيد هاتشيك والسيد بول الصيفي، هن عاملين لنا مثل تكريم للشباب اللي راحوا على الاردن، انا راح معي شابين من لبنان على الاردن، فعمل لنا هيك مثل تكريم، كنا عم نعمل شو بعدنا جايين، يعني هلا خبرتها ل يعطيكم الف عافيه. وكمان كان عندكم استقبال حلو على المطار، انا الحمد لله على المطار، انتبه على المطار جمهوري وقرايبي وولاد ضيعتي، يعني مش من الدولة اللبنانية، في دولة هيدي هي لما تستقبل وتشجع هيك بقى، يعني هيك ابطال. عم بقول لك بوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة، لازم يوجه دعوة كمان مشعل، تفضل. 100% وزير الشباب والرياضة انه يطلعوا فينا بالموضوع، طب ما انتم بتضايقوا علينا بكل شيء، ممنوع اعتبر تشفط على الطريق، ممنوع تعمل شيء، طب امنوا لنا حلبة يا اخي، ما بدي منكم شيء. انا لما بدي اتمرن يا ستنا بدي اطلع على طرابلس، اوكي؟ بدي ساعتين ونص، بدي احمل سيارتي على التريلر لانه ما بتمشي على الطريق، اوكي؟ بيطلع معي فريق عمل، بيطلع معي دوليب. الاخبار طيب على السريع مشعل، لانه ما بقى معنا وقت، بس بدك تشكر، قلت لي الناس اللي وقفوا معك وساعدوك بالبطوله. اول شغله بدي اتشكر فريقي كوكب جروب، انا اللي بنتمي له، عندي الميكانسيان توفيق نصر الدين كمان بدي اتشكره، في عندي تيونر
اسمه طن عنيسي هايبر بوست، وفي عندي رئيس بلديه رمحاله استاذ ميشيل سعد بوجه له الشكر والتحيه، هو كثير ساعدنا، والدكتور غازي الشعار رئيس بلديه عيناب ورئيس اتحاد كره القدم الفريق العربي نادي العربي. نعم. وفي الاستاذ وجد مراد طبعا بيقدم لنا الساحبه عليه لما نطلع احيانا نتمرن بيقدم لنا اياها. وفي كراج الكتريكال سمير ابو حسن. كلمه ما تنسى حدا انت هيك بتشكر الكل. الكل ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. كل فريق العمل 100%. مين معك كمان معك موجود حدا؟ في مدير الفريق اسمه الشاب نسيم ابو مجاهد، هو كمان مثل خي لإلي وبتشكره لانه نحن لما رحنا على الاردن كان معنا 12 شاب، انا مش مفروض كون عم فكر بالشباب، يعني هو حرام عم فكر بالشباب وعم فكر بالسياره. نعم. طب خليني اقول شيء، انه انا ما اكتفيت بهذا الانترفيو، انا بدي اطلع حدك بالسياره لعيون، وبدنا نعمل هيك جوله ونتعرف اكثر عن هالرياضه هيك عن قرب اكثر كمان، مع انه انا كان عندي تجربه سابقه بس خلينا نرجع نجددها هلا كمان. ما في مشكله اكيد، نحن وياكم باذن الله فيوتشر وفيوتشر. هبه وخطيبتك رح يبلشوا ينافسوك والستات كمان. انا بتراجع لك، انا بنصحك. شكرا. ثانك يو اهلا وسهلا فيك. واكيد بالنسبه لمكتب تعليم سواقه هذا كثير اساسي، لانه حتى يبطل يوصل دفتر سواقه دليفري على ما بيوصل. انا عندي ما بيوصل، ما هو اكيد شرعي وبينجح. اكيد هيدا المهم انه يركوا مزبوط وفعلا ادرسوا السواقه، لانه خاصه طرقاتنا بتخوف. السواقه متعه. سواقه متعه صحيح، متعه وطبيعي بده واحد يستعملها، يعني هي بالنهايه عم نقضي ثلاث ارباع نهارنا على الطريق، بقى على القليله نكون عم نسوق بطريقه جيده. اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. واكيد الف الف مبروك لك. بتشكركم كلكم. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكم معنا.